عندما كان الفارس أرجاي يقاتل رجال الأفعى الشريرة أوليس، بلغه أن الأفعى قد جعلت أخته أنبلة تشرب سما زعافا أغرقها في غيبوبة، وأنها في حاجة إلى ترياق جاء ذكره في أحد الكتب الطبية القديمة. عاد الفارس أرجاي إلى القلعة وتذلك الترياق، ثم ذهب مسرعا إلى العاصمة كي يبحث عن مكوناته. في العاصمة تعرف المحقق أوسكار ومساعديه بارنبي والأنسمون الذين قرروا مساعدته. سنساعدك للعثور على ذلك الترياق. تمكن أرجاي بمساعدة أصدقائه الجدد وما يمتلكونه من أجهزة متطورة من العثور على ذلك الكتاب الطبي الذي يحتوي تركيبة ذلك الترياق، ولكن في تلك الأثناء كانت الأفعى أوليس تلاحقهم، فتمكنت من العثور على نسخة من الكتاب الطبي أيضاً وبدأت تعرف جميع تحركاتهم، فحرضت الآخرين ضدهم مما أوقعهم في الكثير من المتاعب. ولكن أرجاي وبارنبي تمكنا أخيراً من اختراق سفينة الأفعى وتدميرها وتحرير فرايرتيك الذي كان محتجزاً لدى الأفعى. في هذه الأثناء أعاد أوسكار ومون أنبلة إلى قريتها حيث ستنعم بأمان أكثر مما يمكن أن يكون في العاصمة. إذن فقد دمرتما سفينة الأفعى. جيد، نحن لم نصدق ذلك. لقد نجوتما بأعجوبة. هذا صحيح. وأنبلة لا تخاف، هي الآن في قريتها تيرلا مع غريغوري وفرايرتك وباقي رجالك الشجعان. أنبلة في أياد أمينة. نعم، مبارك لكم، فقد دمرتم سفينة الأفعى. مرحبا تاشا، هل من أخبار عن الأفعى؟ لا شيء بعد، ربما تكون قد ماتت أو ربما هربت. كل شيء محتمل، علينا أن نحذر منها. أهلا جيكو، لم أرك منذ مدة. سيدتي، ماذا تريدين مني؟ عرفت أنني سأجدك هنا. نعم، فبعد أن طردتني عدت للعيش هنا في مكاني المفضل. لننسى الماضي الآن، فقد حدثت أمور كثيرة. دمر أرجاي وأصدقاؤه سفينتي. والترياق؟ إنهم يملكون الآن 5 عناصر منه، لذا علينا إيقافهم. فإذا نجحوا في صنعه فسيوقظون أنبلة وسيقضى علينا. لن يحدث هذا. يقول الكتاب إن العنصر السادس موجود في غابة شرقية البلاد. وما ذلك العنصر؟ إنه سائل كيماوي معقد التركيب. وفي أي مكان في الغابة؟ لم يذكر الكتاب ذلك. إذن علينا أن نبحث في جميع أنحاء الغابة. كيف؟ سنفترق ويبحث كل منا في اتجاه، وبهذا نوفر الوقت. فنحن لم نعرف بعد ما إن كانت الأفعى قد ماتت أم لا. أنا لا أظنها ستموت بهذه السهولة. نعم، فهي خبيثة جدا وتحتاط لكل شيء، لذا علينا الحذر. وماذا سنفعل؟ صحيح، لا تخافوا، فنحن أذكياء ذكاء كافيا، وإذا اتحد الذكاء والإرادة القوية لن يتغلب عليهما شيء. كلام جميل. علينا أن نسرع، لا وقت لدينا نضيعه. ونحن جميعا معك يا سيد أوسكار. ما بك يا مون؟ أرجوك دعني أذهب معكم. يمكنك ذلك يا مون. هذا رائع. هكسلي أرجوك اعتني بالمكتب. سيكون كل شيء على ما يرام. كونوا حذرين، فهناك الكثير من الأخطار في الغابة. اسمعوني جيدا، وأنت يا جيكو، لا أريد أخطاء. سوف يذهب أرجاي وأصدقاؤه إلى الغابة الشرقية، أريدك أن تستقبلهم. حاضر يا سيدتي، سأفعل كل ما تطلبينه. أريدك أن ترد لي اعتباري. اسمع، أريدك أن تثبت لي من جديد أنك خادمي الأمين،
إنها فرصتك فاغتنمها يا جيكو. هيا. حاضر يا سيدتي. اذهب إليهم. حسناً. ما الأمر؟ لا أعرف يا سيدي. ستتحطم. يبدو أنني لا أزال بخير. انظر، رجل غريب، ترى لماذا أتى إلى غابتنا هذه؟ غريب؟ فطر يتكلم؟ وما شأنك أنت أيها الرجل الغريب؟ سترى هنا ما يثير دهشتك أكثر. لابد أنني أحلم. لا يا ذا الأنف الطويل، أنت لا تحلم أبداً. حسناً، شكراً. كيف نخدمك؟ أخبراني، هل رأيتما أناساً آخرين يهبطون هنا؟ ماذا تقول؟ لا، نحن لم نشاهد أحداً غيرك يا سيدي، فلقد كنا هنا منذ هبوطك المثير. انتظرا، لا تذهبا. بارنبي، ماذا تفعل؟ أرجاي، الحمد لله أنني وجدتك، سألتهما عنك، خفت عليك، لكن ليس كثيرا. اطمئن يا عزيزي، لن أتركك بعد الآن، سأحميك بسيف هذا من جميع الأخطار هنا. أنت على حق، فهذه الغابة خطيرة جدا. معقول؟ هذا أنت يا كارغال؟ أخبرني، كيف حالك يا صديقي أرجاي؟ فأنا لم أرك منذ مدة طويلة. هل وجدت ما كنت تبحث عنه المرة الماضية؟ نعم، وشكراً على مساعدتك لي. جيد جداً، أحسنت. والآن ما الذي تبحث عنه؟ عن سائل كيماوي. هذا شيء صعب المنال، ولكي تعثروا عليه، كل ما عليكم فعله اتباع طريق البرج القديم ذاك. البرج؟ نعم، البرج. لقد ذهب. علينا الاختيار، إما البحث عن السيد أوسكار ومون، وإما عن البرج القديم. إذن لنبدأ من طريق البرج. فكرة جيدة، قد نجدهما في طريقنا. مكان مخيف. معك حق. هل سمعت هذا الصوت؟ نعم، لابد أن هنالك بعض الحيوانات. معقول؟ انتبه. أرجاي. جيكو، ألم تمت حين انفجرت السفينة؟ لا، لست أنا، بل بديلي ذلك الرجل الآلي الغبي جيكو. كما ترون، عدت الآن لخدمة الأفعى ثانية. هيا. أهلا بك يا فارسي الشجاع أرجاي. حتى الآن لم تتعلم ألا تعارضني، ولهذا سيكون العقاب شديدا. ما رأيك أن أضعه في الماء المغلي؟ لا تريد؟ جيد، سأنتقي له عقوبة تليق بالفرسان الشجعان أمثاله، سيسر بها. أمر غريب، ترى لماذا لا يجيبني أحد؟ ما الذي حدث لهم؟ سأشغل جهاز الإنذار. سيدي، استيقظ يا سيدي، هيا استيقظ. هذه أنت يا مون؟ هاكسلي، أيقظني صوت جهاز الإنذار. ما الذي حدث؟ حدث عطل في المركبة فسقطنا، وبعد ذلك غبنا عن الوعي جميعا، لكن أرجاي وبارنبي اختفيا. اطمئني يا مون، سأبحث عنهما، ولكن أولا سأصلح المركبة. أين أنا؟ هاكسلي، بدأ أوسكار يستيقظ، أراك لاحقا. هل أنت بخير؟ أين نحن؟ لا أعرف. أنتما في الغابة، لا تخافا، أنا صديق الفارس أرجاي. حقاً؟ وأنا اسمي أوسكار، هذه الآنسة مون مساعدتي. أنا أعرفكما جيداً، أخبراني عما تبحثان. هل رأيت أرجاي وبارنبي؟ نعم، رأيتهما. رائع. وأين هما؟ أخشى أنهما قد وقعا في أحد الأفخاخ. أين نجدهما؟ ابحثا عنهما في البرج القديم، أظن أنهما اقتدا إلى هناك، ولكن كنا حذرين، فالطريق خطير جداً. خذا هذه الأشياء.
احتفظا بها جيدا واستخدماها وقت الأزمات فقط. وداعا. ماذا سنفعل؟ نحن في الغابة وحيدين ومعنا تلك الأشياء الثلاثة. ترى ماذا تكون؟ أحدهما كيس بذور، وهذا مفتاح قديم عليه بعض الصدى، وزجاجة عطر. غريب، ما الذي يمكن فعله بهذه الأشياء؟ تبدو لي بلا فائدة يا سيدي. لو كانت بلا فائدة لما أعطانا إياها. والآن؟ سأخبر هاكسي بأننا سنذهب للبحث عن الآخرين. حقا؟ علينا أن نجد البرج القديم أولا. كما تريد. والآن أكون أو لا أكون. سيدتي، لقد أحضرت السجينين. أحسنت يا جيكو، أحسنت. أخيراً صار مصيركما بيدي، وسأتصرف فيكما على هواي، ولهذا فكرت في عقاب يناسبكما. حلا وثاقيهما. أيها الفارس، ستكون نهايتك مأساوية وعبرة لكل من يتحداني، نهاية لن تخطر على بالك أبداً، وأنت أيضاً يا بارمبي. لقد جمدت جسده بفضل أشعتي، ما رأيك في هذا؟ يا لك من متوحشة، دعي أقزامك يتركوني وسأريك. أنت مضحك جدا، جاء دورك. أصبحت قزما بفضل أشعتي، هيا ضعوه في القفص. يا له من مشهد رائع. هل ترى وعاء الماء المغلي ذاك؟ إذا حاولت الهرب فسأضعك فيه، لذا أنصحك بأن تقبع في مكانك هنا في هذا القفص كي أتسلى بتعذيبك متى أردت. أراك لاحقا يا عزيزي. لن أطيل الغياب، سأعود إليك مساء. توقفي، أخرجيني من هنا، توقفي. أرجاي، ما الذي سنفعله؟ علينا أن نخبر أوسكار بما جرى. ترى أين يقع ذلك البرج؟ اصبر يا آني سمون، أنا على يقين بأننا سنجده. النجدة! انتبهي على موطئ قدمك يا آنسة. ما بك يا آني سمون؟ زوجاني من نبات الفطر في الغابة؟ حقاً؟ وأين تتوقع أن تجدنا؟ هذه أول مرة أرى فطراً يتكلم. من الأفضل أن تعتادي على ذلك يا آنسة، فكل شيء في هذه الغابة يتكلم. الصبار والطيور والأشجار. حسناً حسناً، هل تعرفون مكان البرج القديم إذن؟ ولما؟ سنقابل بعض الأصدقاء هناك. وهل لأحد أصدقائك أنف كبير جداً؟ بارنبي. إنه أحدهما. جيد، لقد رأيناه عندما سقط في الغابة وتحدثنا إليه مطولا. وماذا قال لكما؟ كلاما فارغا. والبرج؟ البرج؟ إنه مكان خطر جدا، ولنقل مخيف جدا جدا. أين هو؟ عليكما السباحة لتصلا، ولكني أنصحكما ألا تذهبا إلى هناك، فهو مكان خطر. وداعا. لم أفهم شيئا مما قاله هذان الفطران. هل أنا في حلم أم في يقظة؟ يقظة. حسنا، لنعاود البحث إذن. كما تريد يا سيدي. أرجاي، أنفي يحكني. لا تفكر فيه، وانظر هناك، فربما كانت صفة السم الذي شربت منه أمبلا في تلك الكتب. علي الوصول إليها. هذا ما ينقصني. أنا قادم. عمل رائع جداً.
لولاك لقضى علي ذلك الغراب يا بارنبي. أرجو أن يصل أوسكار قريبا. لا تخافي يا آنسة مون، أمسكي بيدي كي نعبر هذا النهر. أخشى أن يتحرك هذا الجذع الذي نقف عليه. هيها لا تكوني جبانة يا مون، لقد تحققت بنفسي أنه ثابت، أمسكي بيدي. لا أجيد السباحة. لست مضطرة إلى ذلك. انظر يا سيدي. ما الأمر؟ جذع شجرة يتحرك. يا لك من جبانة يا عزيزة مون، خوفك يجعلك تتخيلين أشياء غريبة جدا. انظري. مون اصمدي. أحاول. أنت بخير؟ نعم، ولكنني خفت كثيرا. لنهرب من هنا يا مون. كاد يلتهمنا. انظر يا سيدي، إنه درج من صنع بشري، يمكننا القول إننا نجونا. أتذكرين ما قاله الفطر؟ عن أي شيء؟ قال إننا سنجد البرج القديم على الضفة الأخرى من النهر. هذا يعني أننا في طريقنا إلى بارنبي وأرغاي، صحيح؟ احذر. مون مون، حاولي أن تسحبيني بقوة أكبر. عندما نعود إلى المدينة ذكريني بأن أصرف لك مكافأة مادية. يبدو هذا النفق بلا نهاية. قدماي تؤلمانني. مون، كادت تلك القضبان تقتلنا. لا أعرف، لدي إحساس بأن هناك من يراقبنا. لقد أنقذتني. صحيح، إذن سألغي تلك المكافأة التي وعدتك بها. انظر، إنه ممر مضاء. أظن أننا قد وصلنا. هل سمعت؟ لا أستطيع سماع شيء وأنا في هذا الوضع. لقد سمعت صوتا قادما من هناك. كان هذا مقر الأفعى سابقا. أوسكار، نحن هنا. بارنبي، أخيرا وجدناكمها. ما الذي جرى؟ لقد نصب لنا جيكو وأقزامه كمينا. جيكو؟ نعم، بعد ذلك أحضرنا إلى هنا واحزروا من كان في انتظارنا. الأفعى أوليس، عرفت بأنها لم تقتل. لقد حذرت، انظر ما فعلته بنا. هذا هو مقرها؟ نعم، من هذا المكان بدأت تلك الأفعى تخطط للسيطرة على العالم، وقد اختطفت أذكى العلماء وأجبرتهم على إعطائها أحدث اختراعاتهم العلمية. وها نحن أتينا إلى هنا بأقدامنا. مون، أرجوك حكي لي أنفي، فكما ترين جمدتني تلك الأفعى الخبيثة بأشعاعتها الليزرية. الأفعى قادمة، لنسرع في الهرب. مون، تولي أمر أرغاي وأنا سأهتم ببارنبي. من هنا. هيا أسرع يا أوسكار. بارنبي. لقد هرب أرغاي، بسرعة أمسكوه. لا تخف يا بارنبي، سنمسك بك. بسرعة يا مون، لا تدعي شيئا يوقفك. حصرنا. إنهم يقتربون. أين تلك الأشياء الثلاثة التي أعطاك إياها كارغال؟ ولكن كيف سنستعملها؟ سنستعمل المفتاح للخروج. لابد أن هذين الشيئين من أجل أرغاي وبارنبي كما أظن. هذا المسحوق سيساعد أرغاي على العودة إلى حجمه. هيا يا أرغاي، كل. وأنت اشرب هذا. مون، هل عثرت على أي مخرج؟ لا، حتى الآن لم أعثر على قفل لأفتحه. رائع رائع، عاد الفارس أرغاي إلى حجمه. لقد نجحنا.
وأنا أيضاً عدت إلى الحركة. رائع! سأسحقهم جميعاً. قفل! أخيراً وجدنا قفلاً. سأجربه. لقد هربوا. لا يهم، لن يستطيع الإفلات أبداً. نجونا. تعبنا كثيراً من الركض. انظروا المركبة. هيا شغلها بسرعة، ماذا تنتظر؟ ما هذا هاكسلي؟ المركبة لا تعمل. أبذل قصارى جهدي لإصلاحها. أرى أنكم بخير يا أصدقاء، هل هذا صحيح؟ نعم. ما هذا؟ الشيء الذي جئتم من أجل الحصول عليه في هذه الزجاجة. خذها. اسمع، لا تفرط فيها. لا تنسى ذلك. أرجو لكم التوفيق. مع السلامة. الأفعى. بسرعة يا أرجاي. هاكسلي. بسرعة يا هاكسلي. أصبحت جاهزة، انطلقوا. ظننت أننا لن نعود ثانية. أهلا بكم. عدنا يا هاكسلي. الحمد لله على سلامتكم. ما الأمر يا أرجاي؟ لقد قمنا بإحضار السائل الكيماوي، وهذا أمر رائع. لهذا عليك أن تفرح. لكن أختي أمبلا. سوف ننقذها وستكون معنا قريبا. أنا واثق من ذلك. وسنقضي على الأفعى. تمكن أرجاي وأصدقاؤه من الحصول على العنصر السادس للترياق، لكن حزن أرجاي على فراق أخته كان أكبر من سعادته في العثور على ذلك العنصر. هل سيتمكن أرجاي وأصدقاؤه من هزيمة قوى الشر؟ وهل سينجحون في تجنب الأفخاخ التي تنصبها لهم الأفعى أوليس كي لا يتمكنوا من الوصول إلى عناصر الترياق الذي سيوقظ أمبلا من غيبوبتها؟ يعلم أرجاي أن نجاة العالم من شرور الأفعى أوليس يعتمد عليه، فهل سيتمكن من إنقاذه؟ لا تفوتوا مشاهدة أحداث الحلقة القادمة من مسلسلكم الشائق الفارس أرجاي، وهي بعنوان نبتة العرقوب.